سيدة الوزيرة المحترمة، السادة الوزراء المحترمون، سيدات والسادة المستشارون المحترمون، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمادتين 241-242 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يخصص المجلس هذه الجلسة لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل سيد رئيس الحكومة حول موضوعين اثنين. الأول يتعلق بالسياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية، والموضوع الثاني متعلق بالسياسة الأجرية في المغرب. والآن وقبل الشروع سمعتم نشرع في معالجة الأسئلة المرتبطة بالمحور الأول. السيد رئيس الحكومة، السادة الوزراء، السيدات وزيرات، السادة المستشارين المحترمين، السيد رئيس الحكومة، تعتبر سنة 2017 سنة ظلت ضربت الرقم القياسي في اللاعدالة الاجتماعية، اللاعدالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. نتمنى أن تكون السنة المقبلة 2018 مناسبة لحكومتكم أن تبادروا إلى تصحيح وتقييم المسار الاقتصادي والتنموي لهذا البلد. السبب في كل هذا يرجع إلى الخلل الحاصل في غياب العدالة أو التناسق والتوازن المجالي والبشري. وأمام غياب رؤية واضحة ومخططات محكمة لتوفير شروط التنمية الشمولية لكل المجالات الجهوية والإقليمية بالبلاد، وما تتوفر عليه من ثروات هائلة ومتنوعة تحتاج إلى تخطيط سياسة عمومية ناجعة بمنظور عقلاني يراعي إشراك الساكنة والاستماع إلى آرائهم عبر ممثليه من انتخاب المنتخبين، وهذه المقاربة غير موجودة أصلاً. مع توفير شروط التنمية الحقيقية عبر برامج محدد الأولويات الأساسية والبنيات الهيكلية القوية والتجهيزات الملائمة، فإن هذا المسار ما زال يخضع إلى تحكم جهات مستحوذة تتحكم فيه حسب مصالحها وعلى يد عملاء وموظفي الإدارات العمومية دون الخضوع إلى أي مساءلة أو محاسبة. فمن جهة نلاحظ أن هذا المسار لا يعتمد إلا على رأس المال، تفاوت صارخ في الولوج إلى الحقوق الأساسية لدى عديد كبير من الجهات ومواطنيها. من جهة ثانية يعرف الناتج الداخلي الخام نموا متباينا، بحيث ترتكز الثروات الوطنية في بعض الجهات، الكل تحدث عن هذا الموضوع. من جهة ثالثة فالبطالة التي تعتبر عاملا فرملة للتنمية فما زالت تزداد استفحالا واستفاحشا، مما يجعلها ستبقى تفرمل كل النمو أو تحقيق نسب من العدالة المطلوبة. ومن جهة رابعة فالتفاوتات الاجتماعية والمجالية لا تزال مرتفعة رغم المجهودات التي تبذلونها، مما يتعين معه التفكير في محددات الفقر والحد منه وفقا لمصادر الدخل والدعوة إلى تعميق التفكير في أسباب اتساع أوجه عدم المساواة. ومن جهة خامسة فالجهوية بمفهومها الحديث تعني مجموعة متناسقة تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي. هذا المفهوم ما زال لم يتنمى بالشكل المطلوب في تجربتنا. من جهة سادسة فإن النمو الاقتصادي الجهوي مرتبط أساسا بعوامل محفزة ذاتية تساير نمط النمو الاقتصادي للجهة، المبني أساسا على التخصص القطاعي والذي لا يتناغم قطعا مع الهيكلة القطاعية، مما ينتج إخلالات باستمرار. الخلاصة أن التفاوتات المجالية القائمة تتمثل أساسا في مؤشرات التعليم والصحة والسكن والعدالة والشغل، ولكن أيضا في الاستثمار الذي لم يكن عادلا، خصوصا الاستثمار العمومي. كلها ما زالت عميقة وتحتاج إلى جهد كبير ورؤية واضحة وخطة استراتيجية تشاركية جريئة بجانب الإرادة السياسية الحقيقة التي تسمح بتعبئة كل الطاقات في بناء مشروع مجتمعي متماسك ومتوازن. وشكرا سيد المستشار المحترم. الآن أعطي الكلمة
أعطي الكلمة للسيد رئيس الحكومة المحترم.